يعني لو أسأل حضرتك في البداية، قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، هذه القمة الدولية، العناوين الرئيسية التي تصدرت في صحف ومواقع العالم كله تقول أن هذه القمة تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. بداية في رأي حضرتك، ما أبرز تلك التحديات الموجودة والمطلوب من الحاضرين والمشاركين في هذه القمة بحثها والحديث عنها؟ يعني بصدد التمويل العالمي وإيجاد نظام عادل للتمويل، نأمل يعني أن تنتهي هذه القمة إلى شيء ذي مغزى، وإن كانت السوابق ليست داعية لتفاؤل كبير. التمويل العالمي بكلام الرئيس السيسي وبكلام سكرتير عام الأمم المتحدة وبكلام كل الناس ببساطة هو فاشل مطلق. يعني بمعنى أكثر وضوحا لكي نحدد تبعات هذا الفشل، تبعات هذا الفشل على الدول المقترضة، لأنه نلفت النظر إلى المفارقة التالية: إجمالي الناتج القومي العالمي نحو أو يزيد قليلا عن 100 تريليون دولار، إجمالي الديون بخدماتها بأقساطها 300 تريليون دولار، 3 أضعاف. هذا هو السؤال، يعني كيف يمكن لحديث عاقل عن الناتج القومي العالمي في علاقته بالديون أن يصل إلى هذا النحو؟ مغزى هذا الكلام أن الدول المقرضة هي التي تذهب إليها الأموال وليست الدول المدينة. يعني هذا نظام تمويل عالمي يؤدي إلى زيادة ثراء الأثرياء أصلا على حساب استنزاف أغلب شعوب العالم، وهو صيغة مجددة لاستنزاف الشمال عموما، أمريكا أوروبا غيرها، للجنوب على مراحل تاريخية الاستعمار والاستنزاف وغيره، إلى أن كونت فائض القيمة التاريخية الذي جعل مجتمعاتها في عالم مختلف عن مجتمعات الجنوب. هل يمكن الوصول الحقيقة من خلال يعني سكرتير عام الأمم المتحدة بيتحدث عن فشل لأنه لم يؤدي إلى خفض الفقر في أي منطقة في العالم، بل زاد المشكلات حتى الفقر وغير الفقر. سؤال: هل بنفس المنظمات بنفس الهيئات بنفس طريقتها في العمل يمكن أن تصلح نطاق عملها؟ الكلام في البين بين يدور حول إيجاد أجل أطول للديون أو فوائد أقل أو كما أشار الرئيس السيسي خفض الرسوم أو إلغاء الرسوم، طيب، أو أشياء من هذا القبيل التي يصعب أن تشكل فارقا نوعيا.